بسم الله وعلى بركة الله، من خلال مجلس الأعمال والتنمية في شركة مرسان للتنمية بجدة نستضيف اليوم المحامي والمستشار القانوني الأستاذ نبيل عبدالله قملو والموثق المعتمد من وزارة العدل السعودية، وهذه أول وكالة تصدر داخل مجلس الأعمال والتنمية. في 5 دقائق استغرقت عمل الوكالة. الأستاذ ناصر وكل أحد الأشخاص لديه لاستخراج بعض الشغلات، أخذت استغرقت الوكالة 5 دقائق من تبصيم الأستاذ ناصر وتبصيمي وورود رسالة وخلصنا الوكالة، وهذه أول وكالة تستلمها أستاذ ناصر، وهذه إن شاء الله بداية خير وكل عام وأنت بخير. وأنت طيب وبخير. تحكي لنا بس على السريع للأخوة المتابعين أعضاء مجلس الأعمال والتنمية ومجتمع الديوانيات وقناة مرساي، مشاهدي ومتابعي قناة مرساي، إيش العمل اللي قمت فيه؟ خاصة أنك أنت، أنا استدعيتك أخوي نبيل من مكتبك إلى مقر شركة مرساي ومقر مجلس الأعمال والتنمية عشان هذه الخدمة السريعة. هذه الخدمة يعني لا ما تمشي إلا إذا بصمة العميل، لابد إنه يبصم على هذا الجهاز، وهذا منه إقرار إنه هو رغب إنه يوكل فلان الفلاني. لا يمكن الطعن فيها بالتزوير، لأنه يعني الجهاز البصمة هذا يصرف من وزارة العدل، وهذا لسرعة وخدمة جميع المقيمين والسعوديين لديهم نظام أو مسجلين في نظام أبشر لدى الجوازات أو في الأحوال المدنية. بارك الله فيك. إذن هذه الخدمة متوفرة في مقر مجلس الأعمال والتنمية ومتوفرة في شركة مرساي، وأي واحد راغب وطالب الخدمة نوصله في الأخ المحامي نبيل قملو. تحت أمره وأنا متواجد قريب من عندكم هنا دائما.